ما شاء الله دائما مثبت لا رب كله يا رب مجوز جوز أهلك معك بالحصار لا والله ما شاء الله أكيد بالشغل أكيد ما كنت تشتغل والله ده ها طب ما بعد الثورة طيب شو بتعمل بسلاحها؟ خدموا للجيش محارب مساعدة سؤالنا وبلادنا والعرب طموحك رجاء المهنتا أكيد يا نحن نحن زلنا على الثورة كمان الظلم والجور اللي صار يعني مع الثورة الله يبارك شو الشيء خلاك في المسلح؟ الظلم المجازة والأكل والدمار يعني الشيء اللي احنا كنا عم نعمله كلياته روحنا إياه بسين مصر ما شاء الله قد ايه عمرك؟ من 23 سنة أنا كله بما انك شد حامل سلاح موجود على الارض ومدافع عن ارضك وعرضك شو حابب توجه رساله للشباب اللي برا عن الشعور اللي عايش فيه؟ بوجه رساله وحده اني لا يرجعوا يدافعوا عن دينه لانه هاي الشغله تابعه لهم سنة يرجعوا يدافعوا عن ذكرياته ويرجعوا يدافعوا عن حالته وعن طفولته يدافعوا عن ارضه لانه اكيد الانسان بلا عرض بلا شرف ما بيسوى شيء ونحن كنا نطلع نجاهد بالعراق فلسطين كنا نحلم بس هلا صار الشغل جاي لعنا على البلد يعني يمكن هاي ما تكرر مره ثانيه الله يقويك يا رب ما شاء الله قد ايه عمرك؟ 27 سنة 27 خارج الجيش؟ ايه الله يقويك يا رب شو كنت تشتغل بالسواق؟ دهان دهان انت لما بتشتبك مع النظام بأي لحظة ممكن تستشهد شو مرة حكيت منه؟ لا والله بس نحن طاغينا لو ما طاغينا انه هلا طاغينا ما شاء الله شو طموحك ما بعد السواق؟ رجع مصلحتك؟ والله هو يعني مثل كل شب يعني في سفيات ويا هو روح شغل يقول لي ان شاء الله ما بقى عندي اي مصلحه يعني بس اصبع عندنا ان شاء الله كرها ايوه ما شاء الله الله يهنيك يا رب كل كلام عافيه ما شاء الله ابو حسين رغم كل شيء عم يصيب مدينه حمص من حق النظام والقصف مبتسم الحمد لله رب العالمين شو بنعمل شباب بتحملوا من دقيقه؟ هو ما حلو شيء بس حابين ندافع عن اهلنا عن ارضنا عن عرضنا طيب شو عم تدافع عن ارضك وعرضك؟ شو الشعور اللي عايشه؟ ندمان؟ كان فرحان؟ تتمنى لغيرك هالشيء؟ لا ما بتمنى هالشيء هذا بتمنى نرجع مثل ما كنا قبل نخلص من النظام ان شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لاهلنا وارماننا الله يقويك الله يحفظك شكرا لك ما شاء الله شو كنت تشتغل بالثورة؟ شو حابب؟ ما بعد الثورة تشتغل تنضم على الجيش الحر وترجع مصلحتك؟ لا والله يا اخي بدي ارجع مصلحتي الله يقويك يا رب شو الشيء خلاك تحكي من دقيقة؟ هل القصة ما كان عندك؟ لا لا عمر بطل صار بطل بطل كمان؟ كيف المعاملة اللي تلقيتها مع النظام؟ شو المعاملة؟ أقل داخل السجن يعني أقل كلمة من السباق بيقول ما طب أختك وحريمك أخي كفر ما في عند الراهي ما قلنا غير الله يعني بكفر وبسب وما شو تهمتك كاري؟ أخي ما أنا مالتهم هيك بس حكون عندهم ربط مسلح نعم وأنت ما كنت حامل من طبيعي لا أنا ما كنت حامل من طبيعي بعدين حطوني مسلح هيك أنا يتبلغ ما شاء الله الله يقويك يا رب ما شاء الله لما كنت بساحة بعد الرباطة طبعا شو الشيء اللي عم يخليك تتمكن تتمثل من بندقيتك؟ طبعا لازم بندقيت تضل نظيفة وطبعا لازم نضل رابطين على الجبهة ويعني اجباري لازم السلاح دائما يكون نظيف مشان نقدر دائما نقاتل عدونا واللي هو قاعد النظام الاسدي وبنسحب يعني من بلدنا لانه نحن طالعين ندافع عن عرضنا وارضنا وديننا باذن الله ان شاء الله منتصرين بعون الله يعني ما في شيء بخوفنا بعون الله الله يقويك ما شاء الله هم عالي ان شاء الله باذن الله طبعا نحن مدينه حمص بحصار مدينه حمص عم تتلقى القتل جميع انواعه ان كان بالسكاكين ان كان بالاسلحه نطعن بالقصف وحتى اللي حاربوا مدينه حمص السياسي شو حابب توجه رسالة للعالم اللي برا؟ لما يتفرج على مدينة حمص من جميع أشكال من جميع أديانهم من جميع أحوالهم من جميع جنسياتهم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء بوجه كلمة إنه نحن ما طابعين غير الله.
نحن طالعين لهلا بهي العالم كلها ما فهمنا، ملينا من الاجتماعات، ملينا من المؤتمرات الفاضية، نحن هون بهالسلاح الخفيف، أنا طالع على جبهة ما أنا غير مشط واحد واقف فيه على جبهة، فرجوا يا عرب يا مسلمين، أنا واقف على جبهة بمشط واحد. ما بوجد هالشيء، كلهم كلهم نحن طالعين لله هو بيعرف شو في قلوبنا. خلي التراسي بالاخر خلي التراسي نحن انجبرنا على مشان نحمي عرضنا. حمص الام اللي بتلم، هاي الشباب كلها اللي برا مسافره بالاردن، هاي ما بلادها قاعدين مخيمات عم تنزل هنيك، شيل هذا العز، انت عم تنعزهم عم تشيل هذا عزنا بالنهاية وعم تدافع عن اهلك وعن الارض، هاي تراب خمس بدنا نحميها بالراحة، زمان مش دمنا عليها دمين بنشيل. هاي الشباب كلها عم تهرب على تركيا ملا الاردن ملا عم تنزل لهنيك ويسمعوا كل الحكي البذيء هنيك اتركها لربك شيخ اتركها لربك. طبعا احنا اليوم بنشوف على ناصر حسب الله عم تحشد على مدينه حمص، مع انك شاور شو حابب توجه رساله لحسن نصر الله ولعناصر اللي بفوتوا يحتلوا الارض؟ يعني بدي اوجه رساله لحسن نصر الله او لحزب الله يعني ولا ايران ولا غيرهم، يعني بدي اقول لك انه قالوا لا تفكروا راح تاخذوا متر واحد من حمص بعون الله، يعني ونحن واقفين على جبهتنا وراح نتصدى لكم اقوى ما عندنا بعون الله، وما في ولا متر واحد باذن الله من حمص بعون الله. طبعا كما احنا شايفين احنا بالزياره للثوار بعد الرباط عم بيحاولوا يطفوا اسلحتهم ويجهزوها للرباط الثاني اللي هو يلي بعدها. هاي معنا هون طبعا قائد العمليات الموجود على الأرض المسؤول عن السرايا اللي تابع لهم خاصة فيه، ما شاء الله بتمنى شايفين أخلاق عالية وابتسامة وهمة قوية. في شباب برا متواجدة بدنا لمحة صغيرة عن الشعور اللي عايشينه، يعني يوميا الصبح لما بيستيقظوا الشباب شو عم يقوموا شو العمل عم يقوموا فيه؟ عم يقوموا يهدروا سلاحهم ويروحوا على الأرض، يعني هلا في غيرهم كمان غاطين حالهم. وانا بوجه كلامي للي قاعدين بالمخيمه انه بس اذا فيهم ذره ضمير او كرامه بيرجعوا لبلدهم. كان على حمص ولا حلب ولا عشام ولا على كل محافظات سوريا انه نرجع على محافظاتهم لان عم تناديهم ويعني بحاجه زر. شو الغذاء اليوم اللي عم ياكلوه؟ شو طريقه تجهيز الطعام؟ مين عم يجهز الطعام؟ ما في شباب نفس الشباب يعني هلا هدول نفسهم صخرة ونفسهم بيطبخوا رز برغل شوربة هذا أكلنا وكلياتنا هون أخوة بعون الله يعني معانا يعني اللي عم يستشهد جنبنا يعني ما عم نفرط باسم رب العالمين عم نلم شقق وعم نرد جنتنا أول من هدول ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. طب في شيء خلافات عن الصيف بالعناصر أو شيء أو حساسية؟ الحمد لله كلنا نطيهم العناصر عندك مستوية طائفة واحدة ولا في عدة طوائف؟ لا عدة طوائف الحمد لله. من قبل الثورة كان في شيء مثلا طائفي بين أحد أفراد العناصر حتى لو والد من العناصر وكان معه شيء خلاف بينه وبين أحد من زملائه وأقربائه؟ لا 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 ما في لا 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 كلهم هذا كان عايش بين العلوية هو بين إخواننا المسيحية يعني ما في الحمد لله ما في عندنا طائفية أبدا. حمص العالية في إسبان ومن مصر خارج فرصة والزجوع عمية هاي مدينة حمص من عدة حصار الصور المرافقين في كل مكان بتمنى شايفين صور البسمة ما بتفارقوا ورغم كل شيء موجود من حس وقص البلاوي الموجودة مع العيشة ما عم تشهد لهم هالمعاناة اللي عم يتلقوها يوميا بسبب القصف والدمار لمدينة حمص. ما